ونفتح انطلاقا من هذه النشرة أسبوع الصحة الذي سنخصصه لموضوع السمنة وآثارها الجانبية على الصحة. فهل السمنة أصبحت مظاهرها بادية على الأطفال والكبار كذلك؟ هل هي مرض أم لا؟ هل أصبحت مرض العصر؟ أم هي واجهة لأمراض أخرى لا يعرفها صاحبها إلا في وقت متأخر؟ السؤال يطرحه روبورتاج صديق مزينة ورفيقة جماد من مراكش. 21% من ساكنة مراكش يعانون من السمنة، هذا ما استنتجته دراسة طبية أجزت عام 2010 وشملت 16 مركزا صحيا تتوزع على مراكش ونواحيها. لكن كيف ترى ساكنة المدينة الحمراء مشكلة السمنة؟ السمنة في بعض الحالات تعتبر مرض في بعض الحالات، لا وصلنا واحد الوزن الإنسان إلى زيادة على اللزوم الوزن ديالو فايت واحد النسبة راه كيولي عنده مرض وكيولي عنده اعراض اضافيه في الصحه ديالو. كنظن الطول ديالو قد الوزن ديالو يكون صحه جيده، اما الا كان زايد الوزن على الطول فما يشوف الطبيب يا اما يقاد النظام الغذائي ديالو. في مستشفى الرازي بمراكش الذي يتوفر على برنامج لمعالجة السمنة يتحدث الأخصائيون عن السمنة كمرض يجب تشخيصه حسب مؤشرات طبية محددة قبل مباشرة العلاج، فالسمنة مرض قد يكون ناتجا عن عوامل وراثية. السمنة في حد ذاتها مرض ومرض خطير، ما يمكنناش نعتبرها مشكل تجميل او جمالي، بل مرض اللي يمكن يتسبب في امراض اخرى. بعد التشخيص كنحددوا في اي حاله من الحالات ضروره العلاج. العلاج غادي يلزم واحد الطاقم طبي متجانس ومتعدد. تشير بعض التقديرات أن ما بين 16 و20% من المغاربة يعانون من مشاكل السمنة. برنامج مندمج نموذجي انطلق قبل حوالي عامين بمستشفى الرازي بمراكش للتكفل بمرضى السمنة، يشرف عليهم طاقم طبي متجانس ومتعدد الاختصاصات. فالسمنة إذن قد تكون في حد ذاتها مرضا وقد تكون سببا في أمراض أخرى خاصة عند الأطفال عبر العالم. أزيد من 40 مليون طفل يعانون من السمنة أو من مضاعفاتها، والسبب نمط العيش والتغذية وانخفاض النشاط البدني. صورة الأطفال الذين يعانون من البدانة أصبحت منتشرة بعض الشيء ببلادنا، ويؤكد الأطباء صلتها بأمراض أخرى مثل السكري وأمراض القلب والشرايين. روبورتاج عبد الحميد المرابط وعبد العالي عميرج من الحسيمة. الوقوع في قبضة السمنة مشكلة صاحبت الطفل محمد منذ نعومة أظافره، فقد ترعرع وسط أسرة يعاني أبناؤها الثلاثة من المشكلة نفسها. محمد ذو 16 ربيعا أصيب بالسمنة جراء أسباب وراثية واضطرابات هرمونية، وهو الآن يتجرع مرارة هذا الداء الذي يسبب له أضرارا نفسية وبدنية. كاين مشاكل كتيرة في القراية وفي النشاط الدراسي، مشاكل ديال المشي المسافات البعيدة والدخول إلى السيارة، عندي مشكل كبير والنوم. معاناة أمين الذي يجد صعوبة بالغة في الحركة والتنقل تتقاسمها أيضا أسرته التي حاولت علاجه مرارا، لكن قلة ذات اليد حالت دون ذلك. لتعيش العائلة في قلق مستمر، فالسمنة قد تسبب الإصابة بداء السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والجهاز التنفسي. مشاكل صعيبة بزاف، ما يقدرش يتمشى بزاف، مشاكل في الدراسة، مشاكل في النوم، مشاكل في الأكل، خصو ديما السيارة تكون معاه. حاولت نعالجو بالحق بدون نتيجة. خصنا باش غادي نعالجو خصنا المادة. هذا ويعتبر الطفل بديلا إذا ما زاد وزنه عن الوزن الطبيعي بنسبة 20%، زيادة يمكن تجنبها باعتماد الوقاية التي تعتبر الخيار الأكثر جدوى لكبح جماح السمنة التي تتسع رقعتها جراء تغير النظام الغذائي وضعف النشاط البدني.
حنا كنلاحظوا بانه السمنه بدات كتبان عند الدراري الصغار، وتقريبا كاين شي 40 مليون طفل في العالم يعانون من هذا المشكل ديال السمنه. فهنا كيدخلوا جوج المسائل، اولا الابوين خصهم يكونوا مثال للدراري ديالهم في يعني في الطريقه السليمه ديال التغذيه، كذلك يعني المستوى الثاني ديال تربيه الطفل على السمنه، تجنب السمنه كنلقاو في المدرسه، بحيث ان المدرسه كتنظم يعني الرياضه على مستوى المدرسه. ممارسة النشاط البدني بانتظام والإكثار من استهلاك الفواكه والخضر والحبوب مقابل التقليل من السكريات خطوات مطلوبة لاستعادة التوازن بين الطاقة المتناولة من الطعام وتلك التي يستهلكها جسم الطفل. ومعنا وطيلة هذا الأسبوع الذي سنخصص فيه فقرة الصحة لموضوع السمنة معنا الزميلة رحمة الحناوي التي بحثت في الموضوع وجمعت لنا عديد الأرقام الدالة حول الظاهرة وانعكاساتها على الصحة. إذن كما تابعنا في الروبورتاجين معا، فظاهرة السمنة أصبحت بادية للعيان يعني في التركيبة البشرية المغربية. فعلا صلاح، مؤشر السمنة في تصاعد ليس في المغرب فقط بل بكل البلدان، وبعد أن كان مرضا مميزا للبلدان الغنية أصبح كذلك بالنسبة للدول النامية. السبب توفر الغذاء الذي لا يكون بالضرورة صحيا، ثم نمط العيش الذي تغيب عنه الحركة ويكثر فيه التوتر والضغط. والمنظمة العالمية للصحة تقول إن عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب تبعات السمنة في العالم يفوق عدد الذين يقتلهم سوء الغذاء، فالبدن والأمراض الناتجة عنها تجهز على 2,800,000 شخص سنويا. في المغرب وفي سنة 2011 أوردت المندوبية السامية للتخطيط معطيات جاء فيها أن 32.9% من المغاربة فوق سن 20 يسجلون وزنا زائدا، و 17.9% منهم يعانون من البدنة. رقم آخر، السمنة تكلف المغرب سنويا 7% تقريبا من ميزانية الصحة العامة. في السابق كان يعتقد أن ذاك النسيج الدهني ليس إلا نسيجا للتخزين، لكن اتضح لاحقا أنه نسيج نشيط ومضر. منظمة الصحة العالمية أدرجتها بالتالي على لائحة الأمراض المعروفة منذ العام 97 من القرن الماضي. أكثر من ذلك، محكمة الاتحاد الأوروبي قضت ما تم السنة الماضية باستفادة بعض الأشخاص من حماية القانون المتعلق بالتمييز في مجال العمل، وذلك بعد أن عرضت عليها قضية رجل دنماركي قال إنه طرد من عمله بسبب وزنه الزائد الذي بلغ 160 كيلوغراما. المحكمة قالت إن السمنة قد تصير إعاقة لكن بشروط، ملخصها عدم القدرة على مجاراة سير العمل. وكذلك هناك من شركات النقل الجوي من وضعت شروطا وتعريفات إضافية بالنسبة للمصابين بالسمنة لكون المقعد المخصص لهم لا يكفيهم. نعم، إذا متى نتحدث عن السمنة؟ نتحدث عن ذلك حسب ما عرفته منظمة الصحة العالمية ومعها جل الأطباء بتعريف مؤشر كتلة الجسم، وهو ناتج عملية رياضية بسيطة بقسمة وزن الشخص على مربع طول قامته. ونتحدث عن السمنة المعتدلة عندما يزيد خارج العملية عن 30، والسمنة الشديدة بين 35 و40، وعندما يفوق المؤشر 40 نتحدث عن البدانة المفرطة ثم المفرطة جدا، وهم الأشخاص الذين قد يصلوا وزنهم مثلا إلى 150 أو 200 كيلوغرام. أما إن انخفض المؤشر عن 18.5 فنتحدث عن النحافة البعيدة بدورها عن الوزن الصحي. للتوضيح أكثر، شخص يزن 90 كيلوغرام ولا يزيد طول قامته عن 1.5 متر هو شخص سمين، بينما من يبلغ وزنه 90 كيلوغراما وطول قامته 180 سنتيمترا فهو في حالة الوزن الزائد فقط. وطبعا هناك أشخاص يعانون من السمنة ليس فقط لعدم قيامهم بنشاط بدني وليس للنظام الغذائي، ولكن قد تكون أسباب وراثية وكذلك أسباب تتعلق بتناول نوع من الأدوية، بعض الأدوية التي تساهم بشكل كبير، يعني خصوصا الأدوية التي لها علاقة بأمراض العصر. وأعتقد أن كل هذا سنناقشه طيلة هذا الأسبوع. شكرا لك رحمة، واللقاء يتجدد بك غدا بحول